السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير المصري. معاكم احمد فتحي، وحلقتنا النهارده طلبت مني برضو، وهي انك ازاي تستعمل فلاش من غير موديفاير او ديفيوزر بالنهار. فانا هعملها، بس مش معنى ان انا بعملها ان انا برشح ان كل واحد يستعمل فلاش من غير ديفيوزر او موديفاير. مبدئيا بس كده، ليه استعمل فلاش من غير موديفاير بالنهار؟ ما هو ازاي ده، الفلاش بيبقى لاسع وهارش والكلام ده كله. اقول لك، بعض الاوقات بيكون الشمس قوية او هارش زي ما بنقول، او زي دلوقتي كده. بص هي الشمس عاملة في ايه يعني، بص الشمس قوية، فانت بتحاول او بتستعمل الفلاش من غير موديفاير او الهيد لايت، ويفضل الهيد لايت عشان القوة، عشان توازن او تعادل ما بين قوة الشمس وما بين الفلاش. ان الفلاش لو ناعم تحس ان الشخص كده ايه، معزول عن الخلفية بطريقة رخمة، اضاءة الخلفية هارش وهو ناعم مش مظبوطة قوي. بص، هو كل شيء له طريقه، هو مش حرام انك تصور بالموديفاير في الشمس القويه، بس في معظم الناس او المصورين الكبيره اللي بتصور سيشنز او ويدنج بيستعمل الهيد من غير موديفاير بالنهار او في الشمس الهارش، وفي الضله بيستعمل اوكتا او بيوتي ديش او الكلام ده كله. حاجه تانية، لازم تستعمل هيد لايت لو هتستعمل اتش اس اس بالنهار. يعني انا هعمل على الفلاش اللي معايا ده عشان هو اللي معايا، وعشان ده المتاح معايا، وعشان ممكن يكون متاح معاكم برده حاجه زيه. انما الصح هيد لايت، عشان هيد لايت البار بتاعه اقوى، هيعادل الشاتر سبيد بتاعك. حاجه كمان، تستعمل هاي سبيد سينك لما تكون كاميرتك الافضل بتصور لحد شاتر واحد على 8000. عارف ان انا بعقد، انا مش بعقد، انا بقول الافضل. انا كاميرتي بتصور لغايه 1 على 4000 مش الافضل، يعني 5 دي مارك 3 مارك 4 الار الكلام ده بيصور لغايه 1 على 8000 عادي، وده حلو قوي مع هيد بار عالي مع شمس قويه، اديك صوره كده على البيكو. بس ده المتاح معايا، واللي اكيد منكم متاح منه مع حاجات معاكم، يعني مش شرط 1 على 8000، معنا 1 على 4000. فهنروح نصور كده ونشوف هنعمل ايه وهنطلع النتيجه عامله ازاي وليه. يلا بينا. قبل اي حاجه، انت بتعمل تيست على الخلفيه، يعني بتصور الشخص وانت قافل التريجر. فاحنا هنقفل التريجر كده وهنشتغل على اساس الخلفيه ان احنا نظبطها. فانا هبتدي مثلا مبدئيا كده شاطر 1 على 2000 وفتحة 3.5. هنصور كده ونشوف. خلفية عندي منورة قوي، يعني خلفية منورة قوي، الصورة تظهر لكم برضو جنب الكلام وانا بتكلم عشان تبقوا شايفينها. فانا هرفع شطر معايا لغاية 1 على 4000، اشوف الخلفية تبقى عاملة ازاي معايا. فنبص كده، الخلفية نسبيا مظبوطة. انا قافل الفلاش، محدش يقول الشخص اسود ليه. فدلوقتي انا هعمل ايه؟ هشغل الفلاش وهنجرب انهي قوة احسن. طبعا الموبايل بيتحرك مني عشان بصور بايد، معلش انا اسف. طبعا انا موقفه في ظهره الشمس، انا قاصد ان انا اوقفه في ظهره الشمس، والفلاش 45 درجة جنبيه. وقوة الفلاش، عشان الفلاش مش قوي زي ما انا قلت لكم، خليها 1 على 1 اقوى حاجة، ونتست كده مع بعض ونشوف صورته عاملة ازاي. الصورة تظهر لكم جنبي برضو وانا بتكلم، الصورة هرش، في هرش في الموضوع، يعني هو وش الشخص يعني قوي، الضاء قوية عليه. انا بصور على اف 3.5، مش بصور على اف واسعة خالص. تيجوا نجرب كده اف واسعة، بصور على المانوال طبعا يا جماعة، وايزو 100 كده. نجيب الاف، نغير اف فتحة العدسة نخليها 1 على 8 مثلا، ونصور كده. الصورة تظهر لكم جنبي، وبرده دي مش نتيجة المرضية. أنا بوريكم إن أنت لما بتفتح فتحة العدسة عشان تنور الشخص، غصب عنك بتنور معاه الخلفية، وده مش مطلوب قوي عندنا. فأنت حلك الوحيد في حاجة زي كده، أنت مثلا تقوم مصور على فتحة العدسة مثلا 2.8، وتقلل شاطر مثلا ل 3200، هيبقى في عندك مشكلة بسيطة، بس أحسن من مفيش لو أنت اتحطيت في موقف زي ده. المشكلة البسيطة هتكون إيه؟ هتكون إن الخلفية يعني هتكون منوره زياده عن اللزوم، سيكه شويه، يعني هيكون الشخص منور والخلفيه منوره. خلينا برضو نجرب تاني، نقلل مثلا فتحة العدسة نخليها 3.5 تاني زي ما كنا، وناخد شوت تاني. الصورة تظهر لكم جنبي، انا شايف ان دي افضل نتيجه انا اقدر اوصل لها دلوقتي. الصورة تظهر لكم سورس، انا مش هلعب فيها ايديت، الصورة تظهر لكم سورسات. والفلاش انا زي ما انتم شايفين برضو 1 على 1. طبعا الفيديو هتلاقيه معظمه سلويت، ان انا بقول لكم انا موقفه وفي ظهره الشمس. فده
الحل الوحيد ان انت هتاخد خلفيه مش معزوله قوي او تاخد 3.5 شطر 3200 وايزو 100. النتيجه انا شايفها نسبيا تحط تحت نتبان دي 100 خط. والحل ده يا جماعه انت بتلجأ له لما خلاص انت لقيت بيك وفي موقف غصب عنك لازم تصور بالفلاش اللي معاك هتلجأ له. وفي الايديت هترفع شويه شادوز، ترفع شويه اكسبوجر، تحاول تظبط الشخص في الايديت. طب خلينا كده نجيبه في الضله ونشوف ايه اللي هيحصل. بص يا جماعه احنا حاولنا نشوف حته ضله في السطح هنا ما لقيناش خالص، فانا شفت مكان تاني اللي هو تبقى الشمس يعني مش في ظهره. طبعا لاحظتوا دلوقتي ان هو الشمس على شمالنا هنا اهي وهو مظلم نسبيا برضو. فهنا في حل حلو، هنا انت الفلاش ممكن يفيدك، مش شرط يكون هيد لايت ومش شرط يعني تكون حاجه واو. انا عملت كده تيست عشان ما اطولش مده الحلقه برضو عليكم وما تسوقوش مني. فوصلت اعدادات ايه؟ ايزو 100، شطر 3200، وفتحه 1.8، وقوه الفلاش خليتها على نص لان من قوتها لما حضر واحد كانت بتبقى هارش الصوره. ناخد كده شوت ونشوف نتيجه تظهر لكم دلوقتي. انا شايف نسبيا دي نتيجه كويسه، نتيجه مرضيه لو انت بتصور في مكان ضله او في مكان ما فيهوش اضاءه، الاضاءه مش مساعدك فيه، الاضاءه على شمالك، الاضاءه على يمينك، هم بيتصوروا تحت شجره، الكلام ده كله. الشمس يا جماعه شايفين هارش ازاي، يعني مباني باينه سلويت، احنا بنصور الساعه 1 الظهر. فانا شايف ان النتيجه دي نتيجه كويسه بدون ايديت او سورس خارج من الكاميرا، وانت بتصور بفلاش بدون موديفاير. تحط دي تحت، تحط دي في بالك انك لازم اصلا يكون معاك موديفاير احتياطي او بالليل، انما في وقت موقف زي ده بفلاش من غير موديفاير وهو جولكس 685 اللي هو فلاش يعني سعره حوالي 1400 جنيه، نتيجه كويسه جدا ومرضيه جدا بالهاي سبيد سينك، خصوصا لو كاميرتك ما بتدعمش غير 1 على 8000 جزء من الثانيه. كده كل سنه النهارده يا جماعه، ويا رب اكون افدتكم. انا حاولت اعمل الحلقه دي ومش معنى ان انا قلتها او عملتها تاني ان شرط ان اي حد فيكم يستعمل فلاش من غير موديفاير، بس في ناس معهاش، في ناس بتتزنق في مواقف معاها فلاش ومعاها تريجر وما بتصورش بيه عشان معهاش موديفاير. فلاش هينجدك وهيسعفك، وباحسن بكتير لما يكون بتصور في مكان الشمس في ظهر الشخص بيطلع هو سلويت، او احسن بتصور في مكان ما فيهوش اضاءه كويسه بتطلع الشخص مظلم. وشكرا ليكم، ولو حد ليه اي سؤال سيبه في كومنت او يبعت لي على صفحتنا على الفيسبوك في اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو. ما تنسانيش من اللايك ومن دعوتك وشكرا.